السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم على قناتكم دروس أونلاين سلام عزيز. النهاردة إحنا مكملين في سلسلة المراجعة النهائية للصف الثاني الثانوي حسب أحدث المواصفات اللي تطبق بداية من 2023 الترم الأول إن شاء الله. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، فعل زر الجرس لكل ما هو جديد فيما يخص المرحلة الثانوية والمهتمين بتنمية مهارات اللغة الإنجليزية. نبدأ على بركة الله في الحلقة الثانية من سلسلة المراجعات. نبدأ على بركة الله. بسم الله. Vocabulary and structure 15 sentences 15 جملة ب 15 درجة. Choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, fish and nuts are not food. Fish and nuts, الفيش السمك والnuts، تصوروا ان هما مش salty food. Salty food. يبقى fish and nuts are، برافو عليك، salty food. Salty food. Number two, not CPR helps ill people starting to breathe well again. بص يا ابني، احنا عندنا حاجة اسمها perform CPR ودو CPR. perform CPR ودو CPR، يعمل انعاش قلبي رئوي. طب اللي عندك هنا ايه؟ performing CPR helps ill people start breathing well again. Number three, I thought he was her husband. انا فكرت انه هو جوزها. I must have not. I must have. بص بقى، عندنا deduction او الاستنتاج او اللوجيكال اسامبشن. استنتاج منطقي يعني ايه يا بابا؟ بص تعال 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 هفهمه لك من الاول، في البريزنت وفي الباست. انا لو انا وانت مثلا مش دخلنا مكان لقينا واحد منيم واحد على شازلونج ولابس سماعات وبيحط السماعه جنبه ويقول اه يا حاج، قال له اه طب خد نفس يا حاج، يبقى ده ايه؟ انت متاكد دلوقتي ان هو دكتور في زمن ايه؟ في البريزنت. تقول لي هي ماست بي ا دكتور. He must be a doctor. أنا متأكد إن هو دكتور. Must be means I'm sure he is. I'm sure he is a doctor. طب نفس الموقف، ماشي؟ بس هغير لك الجملة. He not a mechanic. نفس الحالة، الراجل واقف لابس السماعات وبيكشف. هل ممكن يكون ميكانيكي؟ No. طب هي must be أكيد. عكسها إيه؟ اوعى تقول لي mustn't be. لا. ده must عكسها mustn't في الإلزام. You must study hard. You mustn't waste your time. لكن must be لو I'm sure، أنا متأكد إنه كده، عكسها can't be. فتقول لي he can't be a mechanic. I am sure برضو إنه هو مش ميكانيكي. I am sure إن he is not a mechanic. فالديدكشن ستاك، must be أنا متأكد إنه هو كذا، can't be أنا متأكد إنه مش كذا. خلاص؟ طب لو أنت مش متأكد من حاجة تقول he may be كذا، او هي مايت، ومايت بي اقل في درجه الاحتماليه، او هي كود بي كذا. طيب امال في الباست، في الماضي، بص بقى بنزود على ماست هاف ثم البي بي، وعلى كان تزود هاف ثم البي بي التصريف الثالث، وعلى ماي هاف ثم البي بي، وعلى مايت هاف ثم البي بي، وعلى كود ازود هاف ثم البي بي، اجيب منه الباست. ناخد مثال او نشوف مواقف كده. افترض كده مامتك قالت لباباك احنا رايحين مول كبير. طب امتى؟ قلت له مش عارفين، ما احنا مش بنوصل لك بسهوله في التليفون. بيحصل معايا. تمام. المهم انت رجعت من الشغل او رجعت من الشركه بتاعتك، خلاص ما لقيتش حد في البيت. هم راحوا فين؟ فقالوا انتوا فين؟ احنا قايلين لك احنا ممكن نروح المول. مش قلتوا النهارده او بكره؟ اه ما احنا النهارده بقى، اصل قلنا فرصه. تمام. فقلت لهم تمام انا مسافر لندن حالا، لحقتوني؟ ما لحقتنيش. تمام استنى بس احنا جايبين غدا. تقول لا حسب الظروف، حسب ما تلحقوني او ما تلحقونيش. المهم انت ورجعتوا من بره، وباباك ده كان باباك طبعا، رجعتوا من بره بتفتح الباب ما لقيتش اي حاجه خاصه بباباك في البيت. تقول لمامتك ايه بقى؟ داد بابا ماست، هو سافر امتى؟ في الماضي، مسافر خلاص. Dad must have traveled. فازود على must have ثم البي دي. Dad must have traveled. انا متاكد ان هو traveled. I am sure ان dad traveled. I'm sure ان he traveled. طيب. طب تخيل كده نغير الموقف. فتحت الباب بتاع الشقه
لقيت باسبور باباك على ترابيزة السفرة. لا تطمني يا ماما. Dad can't have traveled. لا يمكن يكون سافر. I'm sure he didn't travel. أنا متأكد إنه ما سافرش في الماضي أهو. طب ليه حاجة بابا ممكن يسيبها؟ يبقى تقول هي Dad may have traveled أو Dad might have traveled. ده deduction في الماضي. بزود must have be وكتب be. طب قبلك قبل الامتحان أقول لك you should study hard. الامتحان لسه ما جاش. You should study hard. طب بعيد الشر، بعيد الشر طبعا قابلتك بعد الامتحان وانت جبت 40%، اقول لك يجب انك تذاكر، يبقى انا عبيط. اقول لك كان يجب، you should have studied. اوكي you shouldn't have wasted your time. ده بليم، ها ده لوم. اوكي طيب يا ترى، طب يا مستر بالمره بقى، بالمره حتى كانت بتقابلنا كتير قوي احنا بنتلخبط فيها، هو ايه الفرق؟ بس دي في درس تاني. ما بين جت في بالي بسرعه كده didn't have to و needn't have baby. بص يا ابني، didn't have to ما كانش مضطر لعمل الفعل وعلشان كده ما عملوش. اقول لك مثلا احنا عندنا لحمه كتير في البيت، فا اي didnt have to buy meat، ما كنتش مضطر اشتري لحمه وبالتالي ما اشتريتش. يبقى didnt have to لم يكن مضطر، ما كانش مضطر يعمل حاجه وبالتالي ما عملهاش. لكن neednt have baby ما كانش مضطر لكن عملها. يعني انا قدامي ساعتين على ميعاد السنتر، لكن انا والله قلت اخد اوبر بقى وتاكسي وبتاع يلا. ف طب انا اخدت تاكسي ليه؟ فالاسيستنت يقول لي يو نيدنت هاف تيكن ا تاكسي، انت ما كنتش مضطر تاخد تاكسي لكني خدت. يبقى تاني didnt have سوري didnt have to ما كانش مضطر لكنه فعل الفعل، بيساوي didnt need to. didnt have to ما كانش مضطر، و didnt need to برضه ما كانش مضطر وبالتالي ما عملش. لكن neednt have ثم البيبي لم يكن مضطرا لعمل الفعل لكنه فعله. راجل طيب، نشوف مع بعض بقى هنا. I thought he was her husband. انا كنت فاكر جوزها، انا اسف. I must have misunderstood. Must have baby اكيد انا في الباست حصل كذا، يعني اكيد. I must have misunderstood اكيد فهمت غلط. فقلنا must have baby اكيد، بس استنتاج في الماضي. احنا قلنا he must have traveled اكيد سافر، وعكسها can't have baby can't have traveled. لو تفتكر لسه قايلها من شويه. Number four, that was an odd thing to do. I think you shouldn't have done it. ما كانش يجب انك تعمله، ما كانش يجب انك تعمله. يبقى that was an odd thing. A main رئيسي، amon مون يعني ين، ولا مين خسيس حاجة مش كويسة، ولا meaningful. لا that was a mean thing to do. I think you shouldn't have done it. That was a mean thing. كلمة مين يا أولاد معناها، طبعا انتوا عارفين مين يعني، يعني what does the word mean. قال لك you mean everything to me، انت كل شيء بالنسبة لي، ده من ضمن معانيها. ومين يعني بخيل، ومين خسيس، ومين حاجة وحشة. اوكي نيجي لنمبر 5. I enjoy not out with my friends. الverb enjoy بيحب ing. If they're hanging ولا dangling، هو dangling من الفاير ما ينفعش. Shouting ولا downloading. لا I enjoy hanging out. To hang out with يعني يتسكع أو يخرج مع أصحابه. Number 6. The knot system stops dangerous things getting into your body. طبعا the immune system، immune system جهاز المناعة يا أولاد، immune system. طبعا بنشكر كتاب my friend the immune system. Not his exams he would have been an actor. Not my F شوي. Unit 6 وإف. بصي بابا، إف الزيرو حالة الصفرية يعني، ها
بيجي بعدها present simple مضارع بسيط اللي هو s e s i e s infinitive don't do doesn't infinitive am is و are بعدها pp او noun او adjective have was noun. دي كل اشكال present simple مضارع بسيط. ده كل اشكال present simple. رجع الفيديو وشوف ايه تاني انا قلتهم ازاي. الناحيه الثانيه احنا عندنا اف ثم اف كلوز جمله اف ثم المين كلوز جملة الرئيسة أو الرئيسية زي عندك في العربي يا ابني إن تذاكر تنجح إن أنا شرط وتذاكر فعل الشرط وتنجح فعل الشرط كي يتحقق فعل الشرط لابد من تحقيق كي يتحقق جواب الشرط لابد لك من تحقيق فعل الشرط كي تحقق النجاح لابد لك من تحقيق اللي هو فعل الشرط اللي هو تذاكر. طيب هنا برضو إفنا معاها جملتين معاها كم جملة؟ جملتين. طيب اف الزيرو قلنا present simple و present simple بدي مع الفاكتس والهابتس والبرمننت ستيتس فاكتس حقائق والجنرال تروث حقائق كونية والهابتس العادات زي ما قولك ناخد اكزامبل if we leave ice in the sun it melts when we leave ice in the sun it melts whenever we leave ice in the sun it melts ما هو if when whenever واحد في حالة الصفرية بقى present simple مضارع بسيط ومضارع بسيط ناحية تانية حقيقة. طب برضو ممكن تبقى معادة مالك if I feel hot أو when I feel hot I take a shower لما بحس اني حر باخد دش. if I have a headache I take an aspirin أو a painkiller مسكن habit. طب نيجي بقى للحالة الأولى اللي if بعديها present simple اللي هو s e s i e s infinitive don't do doesn't infinitive ام از و ار ثم بي بي تصريف ثالث او ام از و ار ادجكتيف صفه او ام از و ار ناون او هاف و هاز ناون ده كل اشكال بريزنت سمبل. الناحيه الثانيه بقى ايه بتبقى ايه مع حاله اف الاولى يا اما ويل سبجكت سبجكت فاعل لازم فاعل لو فاعل سبجكت فاعل ويل او كان او مي او مايت او ماست انفينيتيف او يود راذر او يود بير. طيب لو مفيش فاعل يبقى امر لو مفيش فاعل يبقى ايه امر. طب ناخد اكزامبل هنا واكزامبل هنا بقول لك if he gets up early او if he gets up late he will miss the bus شيء محتمل حدوثه بدرجه كبيره جدا في الحاضر والمستقبل. if he gets up late he will miss the bus. طيب if you have any news لو عندك اخبار call me هنا مفيش فاعل بعد الكومة فحط مصدر فعل في الامر call me لو مفيش فاعل تحط فعل في المصدر يبقى امر. طيب يا استاذ هو هل ينفع if بعدها present simple ويكون في am is war ازاي مستر انت قلت سأل ان ممكن يبقى am is are be be او noun قال هو if plants aren't watered they die ده فاكتة هو يعني ايه بريزنت سمبل في الباسيف اقول له يعني ام واز وار بي بي. طيب لكن ده في الزيرو خلي بالك هنا ها اف بلانتس ار ان توتال دي داي دي فاكت يبقى اف نيجي نرجع بقى الاولى اف هي جت اب ليت اف هي جت اف هي جتس اب ليت اف هي جتس اب ليت هي ويل ميت ذا باس اف هي جتس اب ليت هي ويل ميت ذا باس شيء محتمل حدوث بدرجه كبيره جدا في الحاضر والمستقبل something which is very likely to happen in the present or future شيء محتمل حدوثه بدرجه كبيره جدا في الحاضر والمستقبل حتى في الاولى. طب الثانيه if past ماضي بسيط ed او دي او ied او didn't والمصدر او had وnown او was will be او was will active او was will noun والناحيه الثانيه subject would او could او might infinitive. طب حاجة في الثالثة، طب الثانية تعبر عن إيه؟ تعبر عن شيء غير محتمل حدوثه، الثانية تعبر عن إيه؟ شيء غير محتمل حدوثه في الحاضر والمستقبل، something which is very unlikely to happen in the present or future، شيء غير محتمل حدوثه في الحاضر والمستقبل. كمان الحالة الثانية تعبر عن أدفايس نصيحة، زي ما قلت if I were you I would help her، if I were you لو كنت مكانك، if I were in her shoes لو كنت مكانها I would help you. طيب كمان تيجي في الايماجينري سيتويشن موقف خيالي if I were a bird I could fly I'm not a bird. طب حاجة في الثالثة if subject had baby
would have بي بي. had بي بي would have بي بي. طيب نيجي بقى لاستبدالاتها الجزء المهم. بص يا ابني. if unless unless بيساوي if not. if he doesn't study he won't succeed. unless he studies. أشيل if not. unless he studies he won't succeed. طيب if he studies he will succeed. عايز ده should يبقى should he study. should he study. طيب حلو قوي. عندي حاجة جميلة برضو في حاجة في التانية اسمها ايه؟ اسمها where. يعني مثلا ملاك ايه؟ if I had money I would lend you. if I had money يبقى انا ما معيش. I don't have. if I had money I would lend you. عايز ده where subject to infinitive. احفظ كده where subject to infinitive. يبقى where I do have money I would lend you. طب لو كانت وير في الجملة أصلا if I were you وعايز ده بوير يبقى where are you. يبقى where subject ضمير where subject noun أو where subject to infinitive. تمام والناحية تانية would أو could. طيب في تعبير اسمه if it weren't for لولا. if it weren't for بعدها noun لولا بس الناحية تانية would والمصدر. لان في if it hadn't been for if it hadn't been for يبقى الناحيه الثانيه would have be be. اوكي احفظ كده. طيب ايه كمان عندي but for without بعدها ing او now but for your help I wouldn't succeed. طيب in case بعدها فاعل وفعل if فاعل وفعل اوكي لكن in case of ING أو نوع. أوكي يا جماعة ده غالبية الموجود. دي غالبية الإيه؟ الموجود. طب ممكن أبدأ بهاد. هاد سبجكت ونوع يا إما هاد سبجكت بي بي. لو هاد سبجكت نوع يبقى الناحية التانية وود والمصدر. لو هاد سبجكت بي بي يبقى وود هاف بي بي. نخلي بالنا من الكلام ده يا ولاد. طيب نشوف هنا بقى بعد ما عملنا ده كله يا ترى إيه المطلوب في نمبر 7؟ His exam he would have been دايرة حوالين would have been had if التالتة. يبقى الناحية التانية if subject had ثم ال PB. عندك هنا أي حاجة if subject had be عندي if he passed دي التانية ما تنفعش اللي هي if he passed دي. أمال إيه؟ المفروض أقول if he had passed. if he had passed. if he had passed. مفيش. ما انا قلت لك لما يكون if he had بي بي ممكن اشيل if وابدا ب had subject بي بي يبقى had he passed. had he passed. نمبر 8 يا ريس. I not stop smoking. my doctor ordered me to do so. يا الله الدكتور امرني يبقى I must. I must. I must stop smoking. my doctor ordered me to do so. I must. لازم بقى. لازم أنا بطل تدخين. I must. هو إيه الفرق بين must و have to has to يا مستر؟ حاضر. must يا بابا بتيجي number one مع law القانون أو rules قاعد لعمة. drivers must wear seat belts. أدي واحد. اثنين. بتيجي must مع strong سوري مع ال strong advice نصيحة قوية. بص يا ابني انت عندك شوية برد فلك you should see a doctor او you should have a rest. لكن اغمى عليك مني وقعد الفوقك اقول لك you should see a doctor يبقى انا عبيط. لا الوضع خطير كده. you must see a doctor. strong advice. كمان بتيجي في الwarm invitation الدعوة الحارة. بص يا حبيبي الانجليز مش زينا مش زي العرب ما عندهمش عزومة مراكبية. يعني عاوزك تيجي الحفلة هيدعي هيدعوك. مش عاوزك تيجي والله العظيم لو انت واقف وسط مجموعة هيدعو اللي هو عاوز ويسيبك. طب لو انت رحت هيرجعك. الانجليز ما عندهمش عزومة مراكبية من الاخر كده. فلما يجي يدعوك بيدعوك بحرارة. Tomorrow is my wedding party. You must come. وعم تجيش. You must come. طب ايه كمان؟ Suggestion. Oh, this restaurant is fantastic. You must try it. Okay?
امال هاف تو. اه صحيح ماست كمان. ماست كمان في واحده كمان اخيره ماست. عارف الجلد، عارفين جلد الذات يا اولاد لما تقعد مع نفسك كده ويبقى عندك دم وتقعد تجلد ذاتك كده، ايه اللي بعمله بقى اليومين دول ده؟ لا لا انا بقى لي فتره ما كلمتش بابا في التليفون ولا طمنت عليه. اي ماست كول ماي داد. انت شعور من جواك، ايه اللي فرض عليك الالزام؟ هو الزام لكنه الزام داخلي، اي ان نفسك هي من فرضت عليك الالزام، فهو الزام داخلي. يبقى اقول اي ماست جلد الذات. لكن نيجي بقى الهاف تو هاز تو. هاف تو هاز تو اي ان هناك اوثوريتي، سلطه اعلى منك فرض عليك الالزام. لما اقول لك ذا مانجر سيد اي هاف تو هاند ان ذا ريبورت باي نيكست ويك، مين اللي فرض؟ المدير. سلطه اعلى مني يبقى هاف تو، وليس لي اختيار في الامر. No choice. I have no choice. عندي اختيار في الأمر. Okay يا جماعة؟ علشان كده بقول I have to wear a uniform at school. ماشي يا جماعة؟ طيب نرجع لجملتنا بقى ونشوف. اه بالمناسبة have to has to must الباست بينهم had to had to had to والنيجاتيف didn't have to didn't have to. للأسف العطل دوت انا مش عارفين ايه اللي بيتم. اول مره يحصل الكلام ده، الضلمه اللي بتحصل فجاه دي. طيب didn't have to نشوف مع بعض الجمله نمبر 8. اه لا نمبر 9 بقى ولا 8 8 I not stop smoking my doctor ordered me to do so no I must I ايه I must 9 they will hardly recognize her since she has grown. يا ترى more old ولا the oldest ولا older than ولا older؟ هو احنا عندنا اولاد اللعب. انت خدت قبل كده الكومباريتيف والسوبرلاتيف، فانا مش هجيب لك في الامتحان مثلا اللي انت عارفه اللي هو er than more than er than more than less than. اي بيجي ممكن، بس يعني انت طلعت ثانيه ثانوي وذا موست وذا ذا موست والصفه اللي هي بسبوانته الطويله اللي هي مونسلابك وذا صفه اي اس تي مع الصفات الصغيره اللي هي مونسلابك. ماشي، بس انا بقى هلعبك على الحاجات اللي هي الايه؟ الفروقات. يعني جرون اولد، انا عارف ان هي مونسلابك قادر الصفه ده طبقتها واحد صغيره يبقى اولدر واخد زن. اقول له استنى استنى استنى، هو انت مديك بعد زن طرف تاني للمقارنه؟ لا يا مستر، تحط زن ليه؟ طب هي مورتي معقول؟ لا يبقى older. He has grown older. طب نراجع بقى على الكومباريتيف بالمره في الحاجات اللي هي الايه اللي انت بتلخبط فيها. في الكومباريتيف عندي كام حاجه. عندي كلما كلما، تعبير اسمه كلما كلما. بابا بيقول لك كل ما تذاكر اكتر يا ابني كل ما تجيب درجات اكتر، ومديرك يقول لك كل ما تشتغل اكتر كل ما تكسب اكتر. مش ده يعني كلما كلما؟ اقول لك the harder. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ستوب 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 ستوب. the harder انت ما بتالف. the harder يعني قالوا اه the harder the و adjective فيها er او the more في التعبير كلما. the harder you study the higher marks you get. طب ايه كمان؟ ايه ده في حاجه مختلفه كمان؟ يعني احنا عارفينها؟ اه طبعا. اما اقول لك of the two of the two of the two هلا is the taller of the two هلا is the more beautiful. ايه ده 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 و more و the er ازاي؟ قالوا ايوه معنى هنا ايه؟ بقول of the two مع of the two sisters oh, sorry of the two friends of the two كذا تاخد ذا مع er او more. تمام؟ طيب اوعى تنسى تعبير my elder e e elder sister elder sister ترتيب الاسره elder sister. طيب ايه كمان يا مستر؟ عندي حاجه مهمه قوي يا بابا. much و a bit و slightly و a little و even و a lot و rather يجي بعديهم er او more comparative يعني مقارنه باثنين er او more. اقول لك علي is much
taller than Ahmed. Hala is far more beautiful than Mona. Okay? Ali is much more intelligent, much more, مش many more, much more intelligent than Kazan. خلي بالنا من الكلام ده يا أولاد. Much, a bit, slightly, even, rather, a little, a lot. بعدها ER أو more, comparative يعني. أمال by far the EST, أو the most. He is by far the tallest boy in the class. طيب نخلي بالنا بالله عليك بقى. بالمناسبة يلا بالمرة. بالمرة جاء في امتحان من الامتحانات الفرق بين later و LATER و LATER دي مختلفة عن طبعا بس يعني جات في بالي يعني later I like see you later bye bye see you later 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 see you later اللي انتوا بتقول عليها see you later alligator see you later bye bye LATER لكن later LATER اتنين تي ER الأخير أو الثاني أخرهم في الترتيب لو هما اتنين يبقى تانيهم لو هما تلاتة يبقى تالتهم لو هما أربعة يبقى رابعهم يعني مالك I love handball basketball and football but I love the later most بحب الأخير LATER double TER أخرهم في الترتيب اللي هو football ده طب I love handball and football but I love the later most أخرهم مين اللي هو football برضه اللي هو تانيهم يعني يبقى اخرهم في الترتيب ال اتش تي ار خلاص طيب نبص هنا نرجع بقى للجمله يبقى اولدر نمبر 10 اي نو ات سي ماي فريند حسن يسترداي بات اي didnt هاف تايم اي didnt هاف تايم والله اي شود هاف بي بي يا استاذ شود هاف سين بقى لكن هنا مفيش ده هنا سي انفينيتيف يبقى شود هاف ما تنفعش واز سبوز تو سيبها على جنب دلوقتي supposed to supposed عايز قبلها verb to be had supposed to عايز verb to be يبقى I was supposed to كان من المفترض أن يبقى I was supposed to see my friend حسن yesterday تمام يا شباب in the future I think more electric cars in the future مستقبل in the future ايه مستقبل future طيب will drive هي الكارز يبقى هتسوق ينفع لا will drive غلط are driving برضو هتسوق ان هي اللي هتسوق بي بي لا طب are going to drive ولا will be driven العربيات هتتساق active ولا passive مبني المعلومه ولا مبني المجهول لا مبني المجهول قلنا المبني المجهول object المفعول ثم verb to be حسب الزمن ثم البي بي التصريف الثالث لو present simple يبقى am is are be لو past simple يبقى was were be لو present continuous يبقى am is are being be لو past continuous ماضي مستمر يبقى was were being ثم البي بي لو past perfect يبقى had been ثم البي بي طب لو present perfect يبقى have has been بي بي have has مصاحبة been have has وhad مصاحبين been اي موديل بقى will يبقى will be اي حاجه بعديها infinitive وعايز احطها في الباس في المبني المجهول احط بعدها be will be must be can be might be am is are going to be فهنا الكارز will be driven هتتساق مبني المجهول نشوف اللي بعده ايه اللي بعده if it not for technology language would probably be different today الله يا ترى هنا عندك اف هنا بقى واضحه وصريحه بقى واضحه وصريحه بقى حاله اف الكام دي اقول له هو بيديك جزئين مع اف جزء مصرح بيه وجزء غامض الجزء الغامض هنا اللي هو اف ات النقط اهو طب مصرح لي بايه بالمين كلوز اللي هي language would probably be would will must يبقى حتف كام التانية بتقول ايه if ثم subject past ماضي بسيط ثم would will must هختار ماضي بسيط هو ايه الماضي البسيط الباست سيمبل الفيرب يكون فيه ed او d او ied او didn't will infinitive او was where ثم ال pp او was where will noun او was or where ثم adjective أو had زائد noun اسم بعد هاد طيب if it
for technology. If it wasn't for technology, if it weren't for, or if it wasn't for, لولا, if it weren't for technology, language would probably be different today. If it weren't for, if it wasn't for technology. اللي بعد 13, I would have gone with him. Would have been. وبعديها I would have gone with, not I was tired. وقف بقى جملة توقع أي حد ما بيقراش كويس. توقع انت في تانية ما عندكش ميكسد عشان تبقى فاهم. ميكسد عاد اف اللي هي ميكسد اللي هي يبقى تانية مع التانية. لا ما عندكش خلاص اهدى عليا كده. فا I would have gone اول ما الطالب يشوف كده يختار ما بين unless و if. would have be be بس انت ما كملتش قراية. I was tired زمن past. فهنا باست وهناك would have be be. إذا ده التانية مع لا يبقى أنت معلش ميكس خلي بالك. فهنا ما ينفعش ولا on this ولا if. لأن لو if I would have gone with him if أو unless لا I would have gone with him unless I was tired. لا كتبها unless I had been tired. لأن قبلها would have be be. يبقى هنا اللي بعد unless had be be had if الثالث. طب ده مش ينطبق على دي. مفيش هنا would have be be رغم ان في مفيش هنا had be be رغم ان في الاول would have be be. هنا يا شباب if معاها جزئين. جزء في would have be be المفروض الجزء الثاني يبقى had be be. ما جاش كده يبقى مش if unless. يا مش if وايه unless. I would have gone with him but I was tired. جملة عادية خالص لكن عايز حد يقرا قاري يعني يكون يقرا الجملة كويس. عارف تبقى امتى unless؟ تبقى I would have gone with him unless I had been tired. اوكي لكن الإجابة عندنا but. When we saw him swimming in the canal we told him not out quickly. We told him tell somebody to. We told him to get out quickly. جملة عادية to get. He not to understand that he has made a mistake. He. يا ترى نقولنا بقى means. He means to understand ولا he is meant. Not in fashion means to understand. He is meant to understand. Suppose that is a verb to be. Seems. Seems. لا تضع في البسف ولا تاخد اي ان جي. لكن هو جايب لي seems. يبقى he seems to understand. يبدو. He seems to understand that he had made a mistake. طيب. احنا قلنا بقى في الفيديو التاني ان الكمبرهنشن هسيبها لك دلوقتي. وتحلها كاسايمنت وبعت لنا. واحنا صححها لك. ادي هسيبها لك دلوقتي اهي. اقراها وقف الفيديو واقراها وحلها وابعت لنا الاجابات واحنا نصحح لك ان شاء الله. وادي الاسئله. قلنا النظام الجديد بقى 8 اسئله اختياري عن القطعه. اوكي طيب حلها وابعتها لنا في كومنت واحنا ان شاء الله نبعت لك التصحيح بتاعها باذن الله. طيب نيجي بقى للنظام برضو الجديد اللي هو الترانسليشن. الترانسليشن بتاعتنا بقت اختياري. نقرا مع بعض ونختار. Choose the correct Arabic translation from A, B, C, or D. It's almost impossible to escape advertisement. Advertisements. Holding stare down at us. Boarding, semaphore. Boarding stare down at us from roads, from the roads, the roadsides. Pictures of products in newspapers take up more space than the news items. يا ترى ايه اللي تنفع في دول؟ تعال يا ابني شوف مع بعض. انت عندك it's almost impossible to escape advertisements. يكاد يكون مستحيل الهروب من الاعلانات.
لحد تمام مظبوط جدا. فالبوردنج ستير ستير داون ناسف لهذا العقل. نرجع تاني للجمله. It's almost impossible to escape advertisements hoardings. Hoardings لوح الإعلانات الضخمة. Hoardings stare down at us from road sides. Pictures of products in newspapers take up more space than the news items. يكاد يكون من المستحيل الهروب من الإعلانات. Advertisements. طب hoardings لوح الإعلانات الضخمة أولاد. Still تحدق تحدق فينا. At us from all roadsides من جانب الطرق. طيب pictures of products in newspapers take more space than the news items. تجي صور منتجات في الصحف مساحة أكبر من دخل. تعال نشوف بقى الفرق بينهم كلهم. أنا كده حاولت أترجم كطالب. طيب يكاد يكون مستحيل هروب من الإعلانات. طيب في به قال المنتجات. منتجات ايه دي؟ advertisements ما تنفعش. به طارد كده وجيم طارد به منتجات برضو. فدي اللي ألف ودال يكاد يكون مستحيل من الهروب من الإعلانات. تحدق اللوحات فينا من جوانب الطرق. اه مظبوط. طب ودال تحدق اللوحات فينا من سماوات الطرق. لا مفيش سماوات هنا. باي باي يا دال. يبقى الإجابة ألف يكاد يكون مستحيل الهروب من الإعلانات. تحدق اللوحات فينا من جوانب الطرق. تشغل صور المنتجات في الصحف مساحات أكبر من الأخبار. It's almost impossible to escape advertisements. دون advertisements و advertisements. Hoardings لوحات عند كبيرة. لوحات عند كبيرة اسمها hoardings. Stare down at us بتبحلق فينا كده. From all roadsides من كل جوانب الطرق. Pictures of products in newspapers take up more space تاخد مساحة أكبر than the news items. نشوف اللي بعد كده. Choose the correct transition from A, B, C, or D. نقرأ عشان نشوف الاختيارات. الوطن هو الأمن والاستقرار والملاذ الهانئ الذي يحمينا من مصاعب الحياة وهو العز والفخر الذي نحمله في أعماقنا. طبعا الوطن هوملاند هو الأمن والأمان والاستقرار والملاذ الهانئ. الأمن هو السكيورتي والأمان. الأمن والأمان هو السكيورتي. والاستقرار هو ستابيليتي. والملاذ الهانئ هو البليسفول. البليسفول هيفن. Blissful haven الملاذ الهانئ. والله blissful haven. Blissful haven الملاذ الهانئ. That protects us اللي بيحمينا from hardships of life. Hardships of life مصاعب الحياة. برضو هو العز والفخر. الجلوري المجد والعز يا ولاد. Glory. الفخر هو pride that we carry in our depths الذي نحمله في أعماقنا in our depths. طيب نشوف إيه الاختلاف بين الجمل. The homeland is security وstability. The blissful heaven this ولا that. لا هي that طبعا. طب قولها صح مظبوط. أقول protects us from protects us of. لا هي protects from. يبقى الأول هي باي باي. طب نفضلنا بقى بي و سي و دي. protects us of باي باي بي ما تنفعش. يبقى فاضل from في سي و دي. نكمل بقى الفرق بينهم. from the hardships مظبوط of life and the glory and the pride الاثنين مظبوط لحد دلوقتي that we carry in our depths. الفرق بقى نيجي لسي ودي. The homeland is security, stability. The blissful haven.
هنا this في دي وذات هي طبعا ذات الذي يبقى الإجابة سي the homeland is security stability the blissful haven that protects us from the homeland from sorry from the hardships of life and the glory الفخ ال glory and the pride الفخر that we carry in our depths في أعماقنا العز والفخر glory and the pride glory and the pride العز والفخر. طيب برضو قلنا قبل كده في الحلقة السابقة الاسي من 180 كلمة لو سمحت مقدمة وسيف في الأول مسافة ثم 5-6 جمل مقدمة ثم جسم الموضوع قبليه برضو مسافة ثم 5-6 جمل تانيين قبلهم مسافة ثم conclusion قبلها مسافة خاتمة وقلنا اكتب all in all في الآخر أو to sum up واستخدم first والكلام ده كله وكن sequently. الموضوع يا أولاد والله بيتقري مقدمة قوية ممكن تبدأ بسؤال rhetorical question سؤال بلاغي يحتاج إلى إجابة لجذب انتباه القارئ ابدأ بفكرة عامة اعصر دماغك حط أفكار ودعم أفكار دي مسافة 5-6 جمل مسافة 5-6 جمل مسافة 6 جمل الخاتمة حط قبلها to sum up أو to conclude أو all in all إيه الموضوع سهل انتم صعبين على نفسيكم هات افكار زي العربي واكتبها قدامك واتكلم عن كل فكره الموضوع والله بيتقري وخلي بالك من الكوهيجن والكوهيرنس خلي الموضوع مترابط متماسك ربط بالافكار واكتب حاول ابعت اكتب وابعت له احنا نصحح لك يا اخي اكتب موضوعات وبعتها لنا احنا نصححها لك نقول لك ايه اللي موجود فيها كويس وايه الغلط ولا بدل دي وحط دي مقدمه جسم موضوع خاتمه بس المسافه في اول كل باراجراف تمام هنا the difference between your school now and your school 5 years ago الفرق بين المدرسه دلوقتي والمدرسه من 5 سنين اكتب معانا older people that you know who are still working their work and why they continue to work كبار السن اللي انت عارفهم لسه بيشتغلوا وشغلهم وهم ليش مكملين في الشغل لان رغم كبر سنهم تجربه شخصيه اهي مقدمه وجسم موضوع وخاتمه لو سمحت ابعت واحنا نصحح لك قبل الامتحان تمام طيب الموضوع بيتقري تاني للمره المليون الموضوع بيتقري الموضوع بيتقري ما تنقلش القطعه بتاعه الكومبريهنشن في الموضوع لو سمحت بتاخد اوف بوينت بتاخد ان هي ليس لها علاقه بالموضوع ما تاخدش درجه ما تنساش باللايك والشير والسبسكرايب على زر الجرس كل ما هو جديد ان شاء الله باي باي اراكم على خير في حلقه قادمه باذن الله في سلسله مراجعات الصف الثاني الثانوي باي باي.